اخوان الاخوات، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير، الطيور ديالكم بخير. مرحبا بكم في القناه ديالكم، قناه عبد الجليل تربيه الطيور. نتمنى الكل يكون بخير والحمد لله على كل حال. واخا الحال سخون شويه، موجه ديال الحر غادي تفوت ان شاء الله. الواحد هو يتهلا في الطيور ديالو في هذه الفتره، راه غير اسبوع اللي كما قالوا في النشره، اسبوع ديال الموجه ديال الحر بالنسبه للطيور. بنادم يتهلا في الطيور ديالو في هذه الفتره، فترة ديال غيار الريش من اهم الفترات اللي كيمر منها الطائر. يعني احنا عندنا مرحلة ديال اللي كيمر منها الطائر، عندنا مرحلة غيار الريش، مرحلة الراحة، مرحلة التجهيز، ومرحلة الانتاج اللي كيفرح بها اي واحد، وهي النتيجة ديال هذه المراحل الاولى اللي كتسبقها. بالنسبة للانتاج ديال الطيور راه كيبدا التجهيز ديال الطيور، كيبدا فترة ديال غيار الريش. يعني غيار الريش تهليتي في الطيور ديالك، خدات كسوه جديده، ريش جميل، يعني هذا هو اللي كيساعدها في مرحله ديال الانتاج، باش كتغاز الطيور، كتغاز الاناث، باش كتحارب فصل ديال الشتاء، باش كتكون على ديك الكسوه ديالها جديده، باش كتحارب فصل الشتاء البارد والقارس، البروده ديالو. هادشي علاش ضروري الواحد يتهلا في الطيور ديالو في هاد المرحله بالذات. بالنسبه لهاد المرحله راه الطيور لما تهليتيش فيها راه ما كاين حتى حاجه. بالنسبه لي انا كما كيبان لكم في الغرفه عندي هنايا، عندي رطوبه 77 وحراره 28، وفي هاد البلاصه نفس الشكل، راه عندي الرطوبه هنا 70 والحراره 28. الفرق ما بين هنا وهنايا كاين شويه في الرطوبه، ولكن تقريبا الرطوبه راه وحده في الغرفه. الرطوبه كيفاش طلعت؟ بالتدواش ديال الطيور، بالماء الزائد اللي كيكون في الغرفه ملي كتبدا تطير الطيور التدواش ديالهم. هذاك الرداد ديال الماء والماء في الغرفه هو اللي كيرفع واحد النسبه ديال الرطوبه واحد شويه. بالنسبه للاخوان يحاولوا يخدموا مع القضيه ديال الرطوبه، الا بغيتي تعطي للطيور ديالك يكون واحد المنفذ ديال الهواء داخل واحد شويه، ما يكونش مباشر للطيور، باش الطيور ديالك، باش الغرفه ما تكونش الرطوبه ديالها طالعه بالزائد ديالها. الموضوع اللي بغينا ندور عليه هو غيار الريش. غيار الريش الاخوان ضروري نتهلا في الطيور ديالك، والطريقه اللي غتهلا في الطيور ديالك هي اللي غندوي بها في هذا الموضوع، طريقه ديال تقديم المنتجات وتقديم المكملات الغذائيه، والطريقه اللي كنستعمل انا. وبالنسبه لي انا هذه الطريقه خديتها من واحد المربي اجنبي هو اللي كيستعملها، راه معروف هذا المربي فرنسي كيربي طفرات ديال الحسون وكيربي طفرات ديال الكناري، مشهور ومعروف. لو بغيت نخلي لكم اللين ديال القناه ديالو مرحبا. الطريقه اللي كيستعمل هو اي مكمل غذائي بغى يعطيه للطيور ديالو كيستعملو 3 ايام ولا 4 ايام. غيقسم الشهر ديالك عفوا، كتقسم الشهر ديالك على مراحل. بحال بالنسبه لاول حاجه غنعطيو للطيور، غنعطيهم خل التفاح. خل التفاح على الاقل نعطيو للطيور 3 ايام متتابعه. خل التفاح راه هو اللي كيساعد الطيور على كيعادل البي اش ديال الطيور في المعده ديالهم. يعني الا ما كنتيش كتعطي للطيور ديالك خل التفاح راه تقريبا تقدر توصل للميغا بكتيريا، والناس باش كتحارب الميغا بكتيريا هي بخل التفاح ولا بعض المنتجات اللي كتعادل، اللي كنقولوا كتعادل البي اش ديال الطيور، باش كتقاد ليهم النسبه ديال الحموضه في المعده ديالهم. كاين خل التفاح وكاين بعض المنتجات كاينين ديال بعض الشركات، فيرسير لاكا، كاين كويكو، كاين رونفريت، بزاف ديال الشركات دايرين المنتجات اللي كتريقل الحموضه ديال الماء، هاد باش كيتعطى في الماء. وبالنسبه للتدواش ما فيها باس، اللي بغى يعطيه التدواش، انا ما كنديروش في التدواش، التدواش راه عندي منتوج خاص ديال التدواش اللي كنعطيه للطيور، هذه كنعطيه للشراب. بالنسبه قلت لكم الطريقه ديال الاستعمال 3 ايام حتى 4 ايام باش يستافد الطائر من المكمل الغذائي اللي غتعطيه. غنعطيه 4 ايام خل التفاح، غادي نحبس 4 ايام حتى 5 ايام، غنقسم الشهر ديالي على حساب المواد المكملات اللي عندي انايا. 3 ايام ولا 4 ايام خل التفاح، نعطيهم 4 ايام ماء عادي
من موراه نعطيهم فيتامين، غتختار اي فيتامين عندك. انا كنستعمل طوليامين راه معروف، هذا راه فيه بزاف ديال الفيتامينات وفيه بزاف ديال المكملات الغذائيه المهمه للطيور، هذا راه كيستعملوه الناس الحمام ديال السباقات اللي معروفين، وفيه حتى مطهر ديال الكبد. تا هو 3 ايام حتى 4 ايام، من موراها غنعطيو 4 ايام اطلع المكملات الغذائيه اللي غتعطي للطيور ديالك. بزاف ديال المكملات الغذائيه، حاجه اللي غنقول لكم عليها اللي مهمه ديرها هي مطهر ديال الكبد في الاخر ديال البرنامج ديالك حتى اللي كتابع. ضروري ما غتعطي للطيور ديالك مطهر ديال الكبد، ما تصفي لهم الكبد ديالهم في الاخر ديال الشهر ولا في الاخر ديال الاسبوع ولا في الاخر ديال 15 يوم على حساب الاسبوع ديالك. انا نوريكم الطريقه اللي كنستعمل انا، راه هي هذه داير هنايا 4 ايام ديال الخل التفاح، 4 ايام ماء، 4 ايام فيتامين، 4 ايام ماء، 4 ايام بروبيوتيك، 4 ايام ماء، 4 ايام فيتامين، من موراها 3 ايام متتابعه ديال افيكول ولا سيديكول ولا اي منتج كيطهر الكبد. ضروري الاخوان، حنا جهزنا الطيور بالمكملات الغذائيه، وقت ديال الانتاج كنعطيو للطيور الباطيات فيها الكالسيوم، فيها اكياس، فيها فيتامينات، فيها بروتين غبرة، فيها اي حاجه اللي كطيب للطيور ديال السبيرولينا ولا اي منتج الاشياء الزائده على الطائر، راه ما كيرميهاش عفوا وما كيخرجهاش مع الفضلات ديالو، راه كترطب في الكبد ديالو. يعني ضروري حنا في هذه الفتره، حنا في فتره غيار ريس، ضروري ما كنرفعوا من البروتين، ما كنرفعوا من الفيتامينات، ما كنرفعوا من القيمه الغذائيه ديال الطائر باش يمر من هذه المرحله مزيانه. يعني ضروري الاخوان من مطهر ديال الكبد، اختار مطهر ديال الكبد يا اما بيطري يا اما خاص بالطيور. وكاين بزاف الله ما يتقال في هذه المنتجات ديال تطهير الكبد. وضروري الاخوان ما عندك الليله لي، يعني الاخوان اللي صحاب الطبيعي راني كنشوفكم من هذا المنبر، اللي كيربي الطيور خليو الطيور، الناس تربي الطيور بالعلم بالحاجه القانونيه، راه ماشي كتربي غير طائر واحد وعاطي غير زوان الماء ومصدع لنا حنايا كتقول لنا راه الطائر راه عايش راه بخير، راه عايش ولكن راه كيدوز بدايه مكرفص، راه ملي كيبغي ينتج راه ما كينتجش لك بديك الطريقه اللي كينتج، كيحط لك 6 البيضات الباجي، راه ما كانتش كتحط لك 9 البيضات الانثى، راه ما تقولش عندي الانثى ديال الباجي، كتحط لك في كل بطن 9 البيضات على الاقل. بالنسبه للانثى ديال الكوكتيل على الاقل خاصها تحط لك 6 البيضات، هذا هو لا نقصت كاع، بدات كتدخل لك في البدايه الانثى راه غتحط لك 4 البيضات 3 البيضات، كتعرفها راه خاصك تحبس هذيك الساعه. الحاجه الضروريه اللي كنستعملوها في هذا الوقت هو البيوتين، هذا البيوتين هو المكمل الغذائي ديال البداله ديال الريج، هذا هو اللي كيتهلف الريج ديال الطيور باش يخرج لك الريج ديال الطيور لامع وزوين، والمنابت ديال الريش كتخرج سليمه وما كيخرجش عندك هذاك المشكل ديال الريش اللي كاين تحت من الجلد، راه معروف اللي كيتسمى الجس ديال الطيور. هذا هو البيوتين، والبيوتين راه ما كاينش غير هذا ديال كويكو، كاين بزاف ديال المكملات الغذائيه اللي فيها البيوتين. بالنسبه للبيوتين والاحماض الامينيه راه كاينه في هذا المنتوج هذا ديال الحاجه الضروريه الاخرى اللي غنستعملوها احنا وقت البداله هي القطره ديال ايفوميك. بالنسبه للاخوان كاينه القطره ديال ايفوميك، هذه انا كنستعملها للمقليد وكنستعملها للكنار. بالنسبه للبيروش اليوم انا غنستعمل لهم واحد المنتوج اخر اللي يلاه خديته، غادي نجربو وغنشوف الطريقه ديال كيفاش كيبان كيفاش النتيجه ديالو، عاد غنشاركو معكم. المنتوج هو اكزولت، يلاه خديته واخا غالي شويه ولكن المنتوج راه فعال، كيقولوا لي الناس والمنتوج خاص بالدجاج واغلبيه المربي ديال الباجي والكوكتيل كيستعملوه. المنتوج راه كيتخاد عن طريق الشرب، المنتوج راه عندي غير واخدو غير ديطاي. بالنسبه للاخوان البداله دخلات، يعني انتاج راه حبس، غتقول لي الانثى باقا كتبيض، بالنسبه للكناري الانثى غتبقى تبيض معاك ديك 3 البيضات 2 بيضات،
كتبقى مسكينه ما حد داك الشرف عليها من الفتره ديال الاناره، المده الزمنيه ديال الاناره راه غتبقى طبيب، ولكن الذكور راه كتحبس، الذكور كتحبس. وبالنسبه للاخوان راه كيعرفوا هذه القضيه، غتولي عندك بيضه وحده تال جوج هما اللي مخصصين وكيتكرفسوا الطيور. بالنسبه للباجي راه الا حليتي الصندوقه وكيبان لك الريش في الصندوقه راه الله يجعل البركه، هذيك الانثى راك هلكتيها. الناس المحترفين في الباجي كيديروا واحد الطريقه، انا حيت باغي نتعمق في هذا الموضوع ديال الباجي راه كنبحث فيه بزاف وكنشوف فيه بزاف، وكنمشي كنحضر الجلسات مع الاخوان اللي كيربيو الباجي، وكنمشي عند اخوان مربين محترفين هنايا عندنا في المغرب، وعندنا مربين ما شاء الله واصلين في هذا المجال. اخوان اش كيديروا؟ كياخذوا جوج بطون من الانثى وكيفرقوا الذكر عن الانثى، كيخليهم يرتاحوا واحد الشهر وكيعاودوا يجمعوهم. بغى يجمع نفس الكوبل راه كيجمعوا، ما بغاش يجمع نفس الكوبل كيعاود يغير. وهنا كتولي عندك واحد النقطه بان ما كتوقعش لك هذه القضيه ديال نباتك لك الانثى كيموت لك الذكر، ولا مات لك الذكر كيموت لك الانثى، وكتولي عندك هذاك الكوبل ما كيتفرقش مع بعضياته. هنا ملي كتولي عندك الحق فين تغير، يعني الا خديتي الانثى وخديتي منها الجبطون وخليتيها ترتاح واحد الشهر وعاد رجعتيها راه كتاخذ منها مردود ما شاء الله. اخوان نتهلاو في الطيور ديالنا، راه شهر سبعه شهر ثمانيه، حنا غنقولوا كاع اللي ما حبسش حتى لشهر سبعه، عندك شهر ثمانيه الاواخر ديال شهر سبعه. بالنسبه للباتجي والكوكتيل عندك هاد شهر سبعه وشهر ثمانيه، حبس الانتاج ديالك، نحيد الصنيديقات اللي باقا كتوكل شي وليدات، نحيد الصندوق او نخلي لها الوليدات ديالها في القفص توكلهم وتكمل لهم الاكل. بالنسبه لبنتك الانثى نحيدها، بالك الفراخ فاتت 10 ايام حتى 15 يوم نخليهم الذكر يوكلهم، نزع الانثى اللوحه في المسرح ديال الطيران نخليها تدوز البداله ديالها. البداية ديال شهر تسعود راه كيبدا التجهيز وكيبدا الانتاج ديال الباجي وديال الكوكتيل. بالنسبة للكوكتيل عندك كوبل متوالي ما كيضاربوا لك على الحضانة، ما كيضاربوش لك في الصندوقة، كيوكلوا الفراخ كيزقوهم لك مزيان، كتفرخوا لك ستات الوليدات حتى الخمسة الوليدات حتى الربعة الوليدات بصحة جيدة. هاد الكوبل علاش غتخسرو انت وغتبقى حاط عليه بيض 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 الصيف والشتاء؟ نحطو يرتاح في هاد شهر سبعة وشهر ثمانية، نخليه يرتاح، نحيد الصندوقة ونخليه يرتاح. الكوبل ديالي متوافق غنخدم به إن شاء الله في شهر تسعود. لقيتي خدام الطائر ديالك ما غاديش يدوز البداله ديالو مزيان، وانت جالسه كتحضن في هذه الحراره كتقلب على الفاس بالمجهر نتايا، هذا هو المشكله الاخوه اللي كيوقع. نخلي الطيور ديالي ترتاح، وبالنسبه لنا عندي بعض الاناث ديال الباجي اللي حيدت لهم في الصنادق وطلقتهم في المسارح، كاين اللي بيضوا ليا في القاع ديال القفص، كتبيض بيضه جوج وكتحبس وكترتاح وكتبدا تبدل صافي وكتاخذ الراحه ديالها. اخوان هذا هو الموضوع اللي بغيت نشارك معكم، نتهلاو في الطيورات ديالنا، تدواش في هذه الموجه ديال الحر، حاول كل نهار نعطي تدواش للطيور ديالك، جيتي مع وسط النهار عطي للطيور ديالك يدوشوا، ما عندكش الوقت مالي الدار علمهم الطريقه ديال يعطيو الطيور ديالهم التدواش، ماشي تعطيهم التدواش مع الصباح وتخرج حتى هما تجي حتى الوحده ديال الليل وعاد تنزع ليا هذاك اللي كيغسلوا فيه هما كيدوشوا فيه كيزقوا فيه كيديروا فيه بزاف ديال المشاكل، وهما ملي كيلقاو هذاك الماء بهذيك الطريقه هما اللي كيشربوا منه، وما كيشربوش لك من الشراب لا كتدير فيه شي مكمل غذائي ولا شي حاجه. حاول هذاك النهار ما تعطيهمش يدوشوا، درتي مكمل غذائي ما تعطيهمش يدوشوا هذاك النهار، ولا اعطيهم المكمل الغذائي حتى لوسط النهار ونعطيهم يدوشوا، من يدوشون الله هذا كملوا التدواش نحيد ليهم. بالنسبه للطيور اللي ما كيعرفوش يدوشوا ندير معاهم طائر كيعرف يدوش باش يعلمهم التدواش، حيت الرش ديال الطيور وبالتجربه ديالي الشخصيه راه صراحه راه واحد النهار راه كيضيع لك طائر، انت كتهز الرشاشه كترش على الطائر الطيور ديالك رش 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 رش، ولكن فيهم واحد طائر بداية المرض وما كيبانش لك راه مريض، هو غيتجاوز هذاك المرض كون ما دورشيتيش عليه، ولكن ملي كترش عليه انت
كيقوبر وكيريح وكيبان لك العشيه كتقول الغد كتلقى الفرق ميت ولا مقوبر شي قل كتقول مالها الطائر كيفاش تمرض اتمرض فجاه لا هو راه كان مريض وكان كيعافر باش يتعالج انت غير جيتي وصلتي وبديتي كترش عليه راه الموضوع على الاخوان ما بغيتش نكثر عليكم واخا كثرت عليكم صراحه هذا هو الموضوع على الاخوان بالنسبه للمسابقه اللي كنا درنا ديال الاخ ديال اللي فاز بالكالسيليكس الكالسيوم ديال الطيور باقي ما جات الفرصه باش نمشيو عنده غنمشي عنده ان شاء الله وغادي نصوروا الموضوع بالاكمل ديالو هذا هو الموضوع الاخوان تهلاو في الطيور ديالكم تهلاو في الطيور ديالكم تهلاو في الطيور ديالكم بالنسبه للفيديو القادم ان شاء الله راه غيكون حول طريقه ديال استنبات ديال الحبوب الحبوب المستنبته الحبوب المستنبته الاخوان راه كنشوف شي اخوان كيديروا شي طرق هذاك الشيء علاش انا بغيت نديرها حيت الحبوب المستنبته راه صعيبه راه اللي ما يعرفش يدير الحبوب المستنبته غير يبعد منا من هنا نقول لك ما عرفتيش الطريقه ديالها وما عرفتيش التعقيم ديالها كيفاش كيوقع وكيف حيت هي راه السيف ذو حدين ما عرفتيش تخدم بها مزيان راه غتكرفس على الطيور ديالك وكثره في هذا الصيف راه هي دغيا كتعفن الحبوب المستنبته وكاين شي اخوان كتشوفها كتولي الحبوب قد هكا في الطول هذا كيعطيها للطيور راه نص سنتيم راه هذاك هو الحبوب راه هذاك هو جنين الحبه ملي كيخرج هذاك نص سنتيم راه ديك الساعه الحبه وصلت المستوى الغذائي ترفع وداك الشيء هو اللي كتحتاج انت ماشي تتولي قد ربيعة جردة عاد غتعطيها للطيور ديالك راه مابقاش الفائدة ديالها هذاك سنتيم كاع لا كثرتي سنتيم عطي للطيور ديالك هذيك هي الحبوب المستنبتة وفترة الصيف راه ما كنفوتو ثلاثة سوايع ساعتين أنا بالنسبة ليا كنعطيها لهم مع الباطي داك الشيء اللي غياكلو بالزربة كيحطوها لهم كيتخاطفو عليها طق 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 كنجي كنلقى الخوات على الأقل لا كثرت نص ساعة ما غيبقى والو ومن الأحسن ونراقب الطيور ديالي كنعطيهم اليوم واحد الكميه خلاو منها واحد شويه المره الجايه نقص من هذيك الكميه نعطيهم نقل منها اللهم يبقاو مخصوص ولا تعطيه الكثره تلقى تما كتعفن هذا هو الموضوع الاخوان نتمنى تكونوا بخير اخوان ما تنساوش حاولوا تشاركوا الفيديو مع الاخوان ديالكم في الجروبات في الواتساب اللي عنده شي جروب ديال الواتساب يشاركوا معاه اللي بغى يلوحوا في الفيسبوك مرحبا ما عندنا حتى مشكل بغى يلوحوا في القناه ديالو ديال اليوتيوب ما عندنا حتى مشكل ما يخافش من الكوبي رايت ولا شي حاجه مرحبا هذا هو الموضوع الاخوان حاولوا تخليوا لنا شي جيم شي كومونتير شي موضوع بغيتوا تشوفوه في القناه مرحبا بكم الاخوان السلام عليكم احبكم في الله